السلام عليكم. اليوم رانا في المستشفى الجامعي تاع العلمة بولاية سطيف، ونشوفوا باللي الأشغال تظهر أنها بطيئة جدا، ما فيش تغيير كتير من ناحية يعني البناء تاع المستشفى هذا، لكن فيه أشغال نتاع التجهيز نتاع المستشفى. وكما نعرف أنه العملية تاع التجهيز تاع أي مستشفى تتطلب كفاءات كبيرة جدا، لأنه فيه معدات طبية وفيه يعني شبكات نتاع الطاقة والأكسجين والكهرباء والألياف البصرية، وفيه شبكة تاع التنظيف والتهوية والتبريد، يعني فيه شبكات كثيرة متشعبة تتطلب كفاءات كبيرة. إذا العمل هذا راه جاري في المستشفى تاع العلمة، ونكتفي بهذا القدر ونخليكم مع الصور، والسلام عليكم.